أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن قيم الوحدة التي تعلو في المجتمع تبعث على الاعتزاز، وهي التي نعول عليها لمواجهة أي تحديات تعتري مسارنا الوطني أو توجهات الوطن التنموية. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن التقدير البالغ والاعتزاز بالمواقف المضيئة لشعب مملكة البحرين عبر مسيرته الوطنية، مؤكدا سموه بأن هذه المواقف ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية. وامتدح سموه الدور الطليعي لأبناء الوطن الذين كانوا ولا يزالون محل الثقة، والأمل معقود عليهم لتحقيق المزيد من الازدهار والرفعة لهذا الوطن بسواعد أبناء شعبه الذين يحركون التنمية. وشدد سموه على ضرورة تفعيل التواصل البناء بين مختلف مكونات المجتمع وتعاونهم بما يعزز من قيم الوحدة الوطنية التي تحمي المجتمع وتعلي فيه روح البذل والعطاء وحب العمل. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن المجال مفتوح أمام كل جهد وطني للمساهمة في مسيرة البناء والنهضة. وقال سموه إن الحكومة أولت مختلف قطاعات المجتمع جل اهتمامها لتذليل أي عقبات أمامهم وسد النقص في أي جانب خدمي إن وجد، وصولا إلى الكفاية الخدمية للمواطن.